أصدر سيدي معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السيد الصالح بمنح مهلة لمخالفي الإقامة بالمغادرة ابتداء من تاريخ 1 أبريل وحتى 30 أبريل على أن يكون مغادرة المخالفين دون دفع أي غرامات مالية مترتبة عليهم، كذلك السماح بالمغادرة دون دفع تكاليف السفر وتوفير تذاكر الطيران مع إمكانية العودة، وكذلك المخالفين كذلك يمكنهم العودة المخالفين إلى البلد مرة أخرى، وكذلك تجهيز أماكن لإيواء المخالفين بعد إنهاء إجراءاتهم حتى موعد سفرهم ومغادرة البلاد، مزودة في كافة وسائل الحياة الكريمة من مأكل ومشرب وإلى آخره. وبالنسبة للشرائح المعنية في آليات هذا القرار عميد، ما هي الشرائح المعنية في هذا القرار وما هي تفاصيل القرار أكثر؟ جيد، جميع الشرائح المعنية للمقيمين في البلاد من جميع الجناسي مفتوح لهم، بالإضافة إلى أن احنا عينا مواعيد مختلفة لكل جالية، على سبيل المثال الجنسية الفلبينية من 1/4 إلى 5/4 والمصرية من 6/4 إلى 10/4 والهندية من 11/4 إلى 15/4 والجالية البنغلاديشية من 16/4 إلى 20/4 والجالية السريلانكية من 21/4 إلى 25/4 وباقي الجنسيات من 26/4 إلى 30/4 تباعاً.